هذه بعض المفطرات. قال هي 12. طبعا يقدمون بمثل هذه المقدمات، هي 12 هي 70 هي 20 هي كذا، حتى يسهل الحفظ. الانسان قاعد يعد بيده وهذا يحاول يتذكر اكثر، وهذه طريقه علميه جيده. قال اولا خروج دم الحيض والنفاس. يعني لو ان المراه صامت في رمضان وقبل المغرب بساعه بساعتين اقل اكثر، المهم قبل غروب الشمس نزل عليها دم الحيض، افطرت. مثل ما انت لو كنت تصلي وقبل انتهاء الصلاه بثواني قبل ان تسلم اخرجت ريحا او فسدت صلاتك. فسدت صلاتك. طيب واللي صليتها لك اجر فيه، لكن لا تعد هذه الصلاه مقبوله، يجب ان تعيدها، تتوضا وتعيدها. كذلك الصوم. المراه اذا نزل عليها دم الحيض قبل المغرب فنقول فسد هذا الصوم. لك اجر ما صمتيه من الفجر الى الان، لك اجر، لكن ليس لك ان تكملي الصوم، وعليك ان تقضي هذا اليوم. اذا والنفساء كذلك، الحاض والنفساء يفسد صومهما بالحيض والنفاس.